النهارده هنشرح سراقة مصنفة من الشخصيات الانشانتر بتلعب سبورت. الباسيف بتاعتك عبارة عن انك بتاخد 100% موف سبيد لو بتجري ناحية واحد صاحبك الـ HP بتاعه تحت الـ 35%. اما اول سكيل بقى عبارة عن نجم بتضربه على العدو بيعمل من 60 ل 210 زائد 40% ability اساس وسلول العدو بنسبة 30% لمدة ثانيتين، ولو لبستها في عدو هيرجع لك من 60 ل 150 زائد 45% ability اساس على مدار ثانيتين ونص، وكل لما تهيل اصحابك 3 مرات دامج السكيل ده هيترفع ل 140%. السكيل التاني بقى عبارة عنك بتدي هيل لصحابك من 90 ل 210 زائد 70% ability اساس، ولو رجع لك هيل من اول سكيل وهيلت صاحبك بتاني سكيل هياخد هيل اول سكيل وتاني سكيل مع بعض. تالت سكيل عبارة عن نجم برضه، بس ده بيفضل موجود على الارض لمدة ثانية ونص وبيعمل سايلنس لكل اللي واقفين على النجم، والسايلنس ده بيخلي العدو ما يستعملش اي سكيل من سكيلاته، وبعد الثانية ونص بينفجر وبيعمل من 70 ل 210 زائد 40% ability اساس وجود من ثانية وربع لثانيتين. الالت بقى لما بتدوس عليها بتهيل كل اصحابك من 150 ل 350 زائد 40% ability اساس، واي حد من اصحابك الـ HP بتاعه تحت الـ 35% هيزيد الهيل ل 50%.